UNFM 91.2. تيليويك تحشت بالفرقيل اي والله في ما يتنبر معناها في ما يتقال يا سيدي وين اجتزنا اليوم رجعت البرمجه في تلفس والحمد لله اخيرا قلت نعمل دوره سيدي نشوف شو جديد بين البرامج المديحه اللي شدتني برنامج ما لم يقل برنامج اللي تعدى كلها رخميس على قناه الحوار التونسي برنامج يتناول برشا ملفات وقضايا من مختلف الزوايا الدوس اللي خلى الحكومه تتحرك وتكون خليه ازمه متكونه من وزير الصحه وزير الفلاحه وزير التجاره وزير الداخليه بامر من رئيس الحكومه نهار الخميس الملف هذا يتعاود يطرحه ملف اللحوم الفاسده بحضور الدكتور محمد نجيم بوسلامه رئيس النقابه الوطنيه الاطباء البياطره الخواص التونسيين اللي حسب كلامه هو الاطباء البياطره اللي في المسالخ البلديه قاعدين يتعرضوا لضغط كبير هذا تصريح لواحد من الاطباء وركزوا على الرقم اللي باش تعطيه المسالخ قله قليله يقع فيها تطبيق القانون دونك والمسالخ اللي يقع فيها تطبيق القانون ماهيش قاعده تخدم زايله مثلا فيها تيبركيلوز اللي تيبركيلوز موجوده بكثره في البقره بتاعنا فهمتني تتحجز تسوى 4 ملايين وقت اللي هو عنده بوسيبيليتي اخرى وحل اخر باش ما تحجزلوش يربح كما تحكي انت وحده ولا في حانوته ولا لويجي كلهم 95% من اللحم قاعد يدور في تونس تونس انا خاطر احنا تبعتنا كوميون دو تونس ماهوش مراقبه كيما يلزم مش نقول مش مراقب خاطر فما كيما باتوار فوشين باتوار الخليديه اللي نعرفوه مرناك منو باود اللي هم انا قيود دي تيوري اسكو فيهم طبيب بيطري على دوام اسكو فيهم شكون اللي قاعد يعدي غادي كيما سمعتوا دونك 95% من اللحوم الموجوده في تونس العاصمه ماهيش مراقبه نحكي مش كان تونس العاصمه تونس الكبرى الكل اربع ولايات تونس اريانا منوبه بالعروس مراقبه بالكيفيه والا خلينا نقولوا وفق الشروط الدوليه معناتها سولون لي نورم رقم يخوف برشا ونعرفوا اللحوم هذه راهي ماشيه للثكنات ماشيه اللي فوي صحيت وكيما قلنا ونعاودوا ناكدوا على حسب كلام دكتور محمد نجيب بوسلامه قال اطباء بيطره تعرضوا لضغط كبير معناتها هو حسب كلامه هو في البرنامج ديما نسب له كلامه اللي الجزار يقفوا على رؤوس الاطباء البياطره وهذيك تتبح من غير حتى ما تفهمت ونقص الامكانيات زاد عنده دور كبير برشا خلى الدوسي هذا معناتها يتحل دوسي كبير برشا معناتها انا ريت الانفستيغاسيون اللي صارت في جربه وحبوا كيفاش يدخلوا حبوا معناتها صحفي من تمديد جربه تبع ولايه مدنين حبوا يدخلوا للمسلخ هذيك وقع منهم ما خلوهمش يدخلوا سوا رينا الصور الخارجيه للمسلخ هذيك ودارنا الموت حل الدوسي زاد نتاع مسلخ البلدي بصفاقس ريت تصور ريناهم ينظفوا فيه انا تصور المشكله معني موجوده تقريبا في كل مسلخ يعني موجودة. مش كاين الطلبه والجيش وفي النزل السياح ياكلوا فيه ربما حتى احنا في الجزاره نلقاوها معناتها عند الجزار للاسف ربي يستر نمشي لقناة الجزيرة تولي عملت ريبورتاج من صفاقس على صنعة يا مديحة تفقدت برشا بقى كان حرفي وحيد يعمل فيها صناعة الحايك الحايك هذه صناعة تقليدية قديمة ياسر ممكن عند 3000 سنة 4000 سنة يعلم الله تعلمتها فهمت الله أنا عمري 11 سنة مع عند واحد يقولوا له إبراهيم العصيري نصنع البرنوس نصنع القشابية نصنع البطانية نصنع الكليم نصنع المرقوم نصنع الكدرون نصنع عمقول ما عاش فهم مقبل عليها تخدم بطانية شكون مشي أنا قديش من البطانية سوست له واحد حاجة ما عاش فيها رغبة وفي الحكاية توا الشباب اللي بيخلم بيها يلوجوا على الفلوس ويلوجوا حتى العباد ما عاش فهم مقبل ولا يلوجوا على المرقوم ويلوجوا على الكوفيرتا ما عاش فهم مقبل حتى العباد في بعض الأحيان توا حتى الصوف يلوحوا ويأخذوا جرايا موس صناعة جدود هو صحيح يا نادر توا العائلات الكل الكويت والكوفير تقليل وين تلقى واحد يرزن هكا ببطانية ولا زورة يا حسرة والصوف والمضربة ومازال شكون معناتها صناعة هذية وغيرها غير الصناعات التقليدية اللي بدات تندثر خلينا نقولوا معناتها في الكلمة صحيح. وتمشي على روحها كيما نجارة الزبوش زادة مازالوا ثلاثة حوانت تقريبا في صفاقس معناتها ثم برشا صناعات وقت تطور الدنيا وتطور الحياة المجتمعية ثم صناعات تظهر وصناعات تندثر للأسف اي علاش تندثر علاش احنا الصناعات هذيك مادام فيها ليدونتيتي مادام فيها جزء من الهوية التونسية فهمتني تو كما الشاشية والا الجبة والا الزربية علاش احنا علاش كدولة تونسية تدعم الصناعات هذه وتوفر الدعم
حتى في المواد الأولية أو مثال الصناعة ذوما يتشكاو من معقول. أهم حاجة اللي هي غلاء المادة الأولية معقول. هذه أهم حاجة ما تديم يتشكاو منها وكل شيء. نمشيو لمصر إيه؟ بالأخص في اجتماع لجنة الأمم المتحدة صورة اجتماع عبد الفتاح السيسي مع مسؤول مع مسؤول من الكيان الصهيوني. الشيء اللي خلى الإعلامية رانيا ياسين تقول الكلام هذايا: هذا عكس الشعبية، انت اهنت القومية العربية، اهنت الدماء المصريين اللي لحد النهاردة الكيان الصهيوني بيسعى لقتل ابنائنا. مسألة مش بس ماضي، لا ده كمان حاضر ومستقبل، احنا مستقبل احنا بنعيشه وعايشينه، حرام عليك. لا انت مش في بالك تقول الكلام زي موجه لفتح السيسي؟ والله في بالي، مش اقول لك شال الجرأة معناها. لا يا ايمن، ايمن سمعنا الكستري اللي بعده سمعنا. انت اهنت القومية العربية، اهنت الدماء المصريين اللي لحد النهاردة الكيان الصهيوني بيسعى لقتل ابنائنا. مسألة مش بس ماضي، لا ده كمان حاضر ومستقبل احنا بنعيشه وعايشينه، حرام عليك. فتطلع انت علينا يا استاذ توفيق، تروح تتصور اعلاميا والحقيقة وبين يعني تفخرك الشديد وانت سعيد وعامل كده. توفيق مين؟ تصريح هذا كان وقت زيارة توفيق عكاشة للأراضي الفلسطينية المحتلة وقعد مع مسؤول من الكيان الصهيوني وتعشى وكل شيء. أنا قلت تقاها في دار خالتها تو نحسبها تحكي على السيسي معناها. صحيح. أما بالنسبة للجلسة، نرجع بكم للجلسة والصورة اللي أخذها عبد الفتاح السيسي، هاو تعليق رانيا الصحيح: كل القنوات المشبوهة يعني مسكت الربابة وقعدت إيه تغني على هذا الموضوع. هذا الاجتماع الحقيقة كان يعني أثير حواليه الكثير من الانتقادات، ويعني إزاي يعني يبقى فيه لقاء بين نتنياهو والرئيس السيسي، وتجربة السلام يا جماعة أثبتت نجاحها على مدار 40 عام، تجربة السلام أثبتت نجاحها. فإحنا مستفيدين إيه من إن إحنا نفضل في هذا التنازع وهذا التناحر؟ سبحان مغير الأحوال ريتي. يا سلام. لا هي ريت التناقض في ساعة ديسكور تبدل منه ومنه، فهمتني؟ هذا اللي يغيظ، هذا اللي كل شيء. كانت هذه تيليويك للجمعة ذي، ونتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية. تيليويك.